وليعلم أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله لا يشترط لها أن تكون من المال الجديد كما يقول بعض الناس ويثبطون الناس عن الصدقة كما هو منتشر في وسائل التواصل، حتى أني رأيت عبارة يقول أحدهم: إن الفقراء والمساكين ليسوا سلة نفايات تعطيهم الزائد من مالك وثيابك. هذا لا شك أنه كلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تتصدق بالبال الذي تعافه النفس، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولكن ما زاد من طعامك، من شرابك، من لباسك فلا بأس أن تتصدق به وإن لم يكن جديدا، وعليه الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا في الفضل الكامل والفضل الأكمل، وليس معنى ذلك أن لا تتصدق إلا بأحسن المال، لا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم من مضر وكانت فاقتهم شديدة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عندما رأى ما عليه من الفاقة، فقام وخطب الناس قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، ثم قرأ آية الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بثوبه، تصدق رجل بصاع تمره، فقام رجل من الأنصار وذهب إلى بيته وجاء بسرة لم تستطع يده أن تحملها، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم أقبلوا إلى بيوتهم وتصدقوا بثيابهم وبطعامهم وبأموالهم. قال الصحابي راوي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: حتى رأيت كومين من الطعام والثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل بديناره، بدرهمه، بثوبه، بصاع من تمره، ولم يقل تصدقوا بالجديد من ثيابكم وأموالكم، دل على أن الصدقة مفتوحة للجميع، فهؤلاء يتصدقوا من بيوتهم، من ثيابهم، من طعامهم، من أموالهم. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال راوي الحديث: حتى ذكر أصنافا من المال حتى رأينا أنه ليس لأحد منا فضل على الآخر. وانظر حديث النبي قال: من كان عنده فضل زاد، يعني ما زاد من ماله سواء كان في ثيابه أو غيره، فدل على أن الزائد من المال يتصدق به ولا بأس. وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بصفية وكان في سفر عند رجوعهم من غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. فأتى الرجل بزاد من تمر، ودع الرجل بزاد من سويق، فكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد، فهذا يدل على أن الصدقة مفتوحة حتى من مالك الذي كنت تستعمله من طعامك، من شرابك، من ملبسك، فالصدقة مفتوحة. ولكن هذه العبارة التي تنتشر في وسائل التواصل هذه تصد الناس عن الخير، فإذا رآها الراعي ماذا يقول؟ يقول: إما أتبرع بالجديد ولا ما أتبرع، فصد الناس عن الخير. لا تبرع بالجديد وغير الجديد، ولك الفضل من الله سبحانه وتعالى.